أتريدين من أبي القاسم محمد ابن الملك المعتضد ملك إشبيليا ورأس ملوك الأندلس أن يأتي بنفسه إلى دار رميك ابن حجاج من أجل هذا؟ لا يأتي لأجل رميك ولا إلى داره، بل يأتي لأجلي، فهو الذي بادر ولست أنا. وإذا رجعت عما جئت به؟ أرجع أنا إلى ما كنت عليه ولا سوء فيه. ألا يكفيك أنه بعث صاحبه ونديمه وصفيه ورأس شعراء الأندلس؟ رأس شعراء الأندلس عجز عن أن يجيز بيتا من الشعر ويكتب. ويحك! أنت جئت لتسامى ابن حجاج في ثمني، وقد ضعفته له. أمرت بأن تفعل، وأمرت بأن أعتقك. لا أعتق على يدك يا ابن عمار، اعتماد لا تعتق وتصير حرة بالإنابة. فليأتي صاحب الشأن.